سلمى. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا احنا هنبتدي دلوقتي ان شاء الله زيارة معبد سيلة. ده مكان التجمع الاولاني، لكن ان شاء الله تجمع الخروج في المركب على طول. هتنزلوا على طول، هنستنى في المركب، محدش يستنى حد هنا، لسه في المركب عشان هنعدي في المركب ان شاء الله. واحدة وربع ان شاء الله تحت. الوقفات بتاعتنا حوالي 8 وقفات هنعملها طبعا طبقا للزحمة اللي جوه. انا طبعا بشوف الاول مين اللي جوه، فساعات بطول في حتة، بقف في حتة، بسرع في حتة معينة، فيا ريت نبقى كلنا مع بعض. وبعد كده هديكم فري تايم عشان تصوروا، لان يعني طبعا احنا في اجمل جزيره وفي اجمل معبد موجود في مصر كلها، اللي هو الوحيد يعتبر اللي يطلع على جزيره ونص المايه. المعبد هنا يعتبر معبد منقول على الجزيره الثانيه اللي هي جزيره ايجيليكا، وهنحكي القصه بتاعته. معبد فيلا من معابد يعتبر المودرن او الجديده بالنسبه لنا، مقارنه بمعبد قرن كولوسوس اللي في الاسلام. ايه المعابد اساسا وايه فكرتها؟ هنحكي طبعا كل التفاصيل مع اول وقفه طبعا جوه، والبدايه بتاعتنا جوه المعبد. كلمه فيلا كل ده تبع كل المعابد اللي موجوده جوه، وكل حاجه هنشوفها مع الترجمه الهيروغليفيه اللي هي التخصص بتاعي الاساسي ان شاء الله. هتدينا نبذه مختلفه جدا عن كل الحضاره المصريه، بس بالاخص الحضاره اليونانيه الرومانيه او الطراز اليوناني الروماني اللي هو موجود في معبد فيلا. شفنا امبارح في الفرنك حاجات عظيمه وحاجات قويه وحاجات ضخمه، بيهتموا بالتفاصيل. كل الفنون اللي هنشوفها حاجات تفصيليه، كل حاجه بالظبط. يعني مثلا هنلاقي سعف النخل تم اضافته لتيجان الاعمده هنا. مع العلم امبارح شفنا لوتس وبرد بس ما كانش في حاجه ثانيه، لكن هنا سعف النخل مع عناقيد العنب، وهنشوف اجمل عناقيد عنب اتعملت كنحت بارز على تيجان الاعمده هنا في معبد فيلا. هنشوف برضو تاج مزدوج يجمع بين اللوتس والبردي، اثنين في واحد، مع اروع فنان عملها مصري، طبعا فنان مصري، بس طبعا ده طراز يوناني روماني كانوا عملوه ايام البطالمه او البطالمه والرومان لما حكموا مصر كفرنجه زي ما احنا بنقول، او كحكام اجانب حكموا مصر لمده 500 سنه زي ما قلت لكم، 300 سنه للبطالمه و200 سنه للرومان. اي وقت حد يتعب مني يا جماعه، لان انا عارف انا ريزي شويه في الشرح ده، فاي حد يتعب مني عايز يدخل الحمام، ادي الحمام ودي كافيتيريا، وبعد كده هندخل طبعا من هنا. والخروج برضو من نفس المكان برضو، عشان ده دايما بيبقى سؤال معتاد، خروج من نفس المكان والدخول من نفس المكان. يلا نبتدي بعون الله.